أمس الثلاثاء السجن الفعلي لمدة 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور، والتي قضت أكثر من 2 و8 أشهر بين السجن والاعتقال المنزلي بتهمة كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال ونشرها في صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبعد إدانتها بالتحريض والدعم لمنظمة إرهابية، فقد طالبت النيابة بسجنها لمدة تتراوح بين 15 و26 شهرا. نعم، وقد صرحت محامية الدفاع عن طاطور جابي لاسكي إن المحكمة فرضت السجن الفعلي على دارين طاطور لمدة 5 أشهر على أن تخفض منها 72 يوما قضتها بالسجن سابقا، ما يعني دخولها السجن لمدة 2 شهر فعليا. وطلبت من المحكمة أيضا تأجيل تنفيذ القرار لأنني، هذا ما قالت، سأقدم استئنافا على القرار. وتنضم إلينا عبر الخط الهاتفي الشاعرة دارين طاطور. دارين، صباح الخير. أهلا بك. يعني دارين، هذا النضال وهذه المعاناة استمرت أكثر من 2 سنين، عن هذا الجانب بداية يعني حدثينا خلال هذه الفترة الزمنية شو اللي مر عليك ما بين الحبس المنزلي ما بين أروقة المحاكم. بدأت حكايتي بين 11/10/2015 ولحد الآن أنا موجودة في إقامة جبرية لحد امبارح، لازم اكون كثير دقيقه، لحد امبارح هن ازالوا عن الاقامه الجبريه 8 ايام قبل ما اسلم حالي بثمان الشهر، اعطوني 8 ايام ان اكون حره نوعا ما. لكن من لما اعتقلت ب 11/10/2015 اعتقلت لفتره 97 يوم في سجن فعلي، مرقت في ثلاث سجون، في سجن جلمي فترة احتقاط 22 يوم، وبعدها نقلوني إلى سجن الشارون، وبعد سجن الشارون نقلوني على سجن الدمون، وبعد ما خلصت فترة الاعتقال الأولي حولوني إلى اعتقال بيتي وإقامة جبرية في 13/1/2016 لإقامة جبرية كاملة مع قيد إلكتروني، ومنعوا لفترة 6 شهور كمان في منفى وإبعاد عن مجتمع، يعني عن بلدي وعائلتي وأهلي في منطقة كريات أونو مستوطنة داخل تل أبيب. بقيت فيها فترة 6 شهور، بعد هاي 6 شهور حولوني لإقامة جبرية، كملت الإقامة الجبرية في الريني، منعوا في إنه أطلع أشتغل استعمل الانترنت مع كل هاي القيود لحد امبارح. وامبارح صدر القرار النهائي في سجني نهائي 5 شهور اللي هي انا كنت فيها 97 يوم، وراح ينزلوا من المده الخمس شهور المده اللي قضيتها في السجن، فعشان هيك انا راح اقضي كمان اسبوع، راح اسلم حالي يوم الاربعاء في السجن واقضي بقيه المحكوميه تبعتي اللي هي تقريبا تقضي علي ما يقارب الشهرين. توقعتي هل كان مفاجئ هذا القرار بالسجن الفعلي؟ ابدا ابدا صراحه، انه انا من لما اعتقلت لحد الان صحيح انا صبرت وكملت في القضيه تبعتي وما اعترفت في كل الاتهامات اللي وجهوا لي، لانه انا مقتنعه انه ما سويت شيء غلط، انا من حقي اكتب في الطريقه اللي بدي اياها، ومن حقي اعبر في لغتي، انا كنت عربيه ومن حقي اعبر في لغتي بالطريقه اللي بدي اياها والكلمات اللي بدي اياها. فعمليا ما كنت متفاجئه من القرار انه يكون في سجن، كنت متاكده انه راح يكون في سجن، لكن المشكله كانت انه قديش المده راح يعطوني اياها، فالمفاجاه كانت خلينا نقول انه المده كان متوقع انه يعطوني مده اقصى من هيك، لكن بعد 3 سنين معاناه كمان سجن 5 شهور فهذه كمان مش هويني، يعني تقريبا انا راح اقضي 3 سنين بالتمام والكمال، 3 سنين من فتره اعتقالي لحد الان
على تهمة كتابات منشورات في الفيسبوك. نعم، يعني دارين كل هاي يعني الصيرورة اللي بدأت والمعاناة اللي حضرتك تفضلتي بذكر تفاصيلها، وأساسا يعني جوهر القضية يضرب بعرض الحائط كل فكرة أو حرية التعبير عن الرأي بداية للمواطن البسيط ومن ثم أيضا للمثقف للمبدع للفنان، وهذا يأتي أيضا تزامنا مع سن قانون القومية وحاليا كل الحملات المتعلقة بمعارضة هذا القانون، يعني مقولتك حول هذه النقطة تحديدا؟ طبعا المحاكمة تبعتي هي جزء لا تتجزأ من قانون العنصرية، قانون القومية اليهودية أو قانون الدولة اليهودية. فعمليا لما القانون بيهمش اللغة العربية، فعمليا أنا مسجونة أو راح أسجن أو سجنت على استعمال اللغة العربية. فهذا لا جزء لا يتجزأ من الاحتلال او من جزء لا يتحل لا يتجزأ من هذا القانون اللي هو سني، ويطبق علينا للاسف، ويطبق علينا على مدار 70 سنه من يوم اقيمت الدوله على 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 انقاض وطننا فلسطين. هو يطبق علينا هذا الاضطهاد العنصري والابرتهايد اللي احنا عايشين منه من 70 سنه، لكن هلا هم اقروه وختموا عليه قدام كل العالم. فهو باعتقادي هاي المحكمة هي إكمال الصورة، أو وجهت الموصل أكثر بشكل عام. يعني كمان بفترة هذه إنه هي بصمة على إنه هذا القانون راح يجيب للفلسطينيين وبالذات فلسطينيين 48 الأسوأ والقادم أسوأ، أنا بعتقد للأسف. الشاعرة دارين تطور الله يفك أسرك كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.